السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم نتكلم على الأشغال الداخلية تاع الملحقات تاع ملعب عنابة. وحنا طالما أنه فيه أشغال، فيه أشياء جديدة، ندير فيديوهات بدون إشكال. كاين بزاف الناس يتقلقوا، لكن كاين الأغلبية تاع المتتبعين يهتموا بما يجري في ملعب عنابة. إذن طالما أن فيه يعني فيه تجاوب مع الفيديوهات هذا، أنا نستمر في نشر هذه الفيديوهات. إذن هذه هي فيها أشغال، وهنا نلاحظ نسبة نتاع تقدم الأشغال، يعني لا بأس بها. وكي كالعادة نتمنى أنه نكونوا في الموعد إن شاء الله بالنسبة للألعاب، منافسة تاع البطولة الإفريقية للمحليين، وإن شاء الله مزيد من التألق والتقدم لبلادنا. والسلام عليكم.